بس معاك بسرعة هسألك عن الأندية اللي دربتها وتقول لي بريف كده بسرعة. حرس الحدود اللي دربتها 3 مرات، من 1 يوليو 2006 ل 23 مايو 2012، من سبتمبر 2018 إلى فبراير 2020، من سبتمبر 2020 إلى أكتوبر. دي كانت فترة قليلة جدا، الأخيرة دي ما جيت في خدتش. الاخر، أه؟ جيت في الاخر، جيت في الآخر، كانت مهمة إنقاذ على ما أعتقد ساعتها. وما نقذهمش، ما أنقذ، لأن كان لان كان الوقت خلاص الدنيا. كانت الدنيا خلصت. اتكلم على حرس الحدود. يعني انا يعني مش عاوز، يعني افضل فترات حياتي طبعا قضيتها في حرس الحدود، هي حرس يعني الحدود. صانعه تاريخ طارق نعم. العاشري كمدرب نادي حرس الحدود. وطبعا نختصرها بأنها صنعت تاريخ طارق طبعا العاشري. في الشك، نعم. يعني الناس عرفت طارق العاشري من خلال حرس الحدود. إنبي من مايو 2012 إلى يوليو 2013، ثم من يوليو 2014 إلى يونيو 2015، هنا موسم كامل وهنا موسم كامل، ثم من نوفمبر 2016 إلى أكتوبر 2017، 3 مواسم كاملة مع إنبي بس كلها متفرقة. إيه اللي بيحصل؟ يعني بتقعد الموسم كامل، يبقى أنت أديت بشكل كويس. بالظبط، نعم. احنا يعني من الفترات برضو التدريبيه بتاعتي الناجحه في الفتره بتاعت امشي، أيوه. لان احنا حققنا فيها مراكز متقدمه جدا. لو تفتكر كانت في الدوري لما اتعمل دوره رباعيه، نعم. احنا والاهلي والاسماعيلي والزمالك، وبعد كده اتلغى الدوري. ايوه مظبوط. كنا 4 فرق بيحددوا بطوله الدوري. يعني من الفترات، لان كان فتره فريق انبي من الفرق الكبيره جدا، وعندهم قاعده كبيره جدا من اللاعبين، وكانوا دايما بيتطلعوا للمنافسه، وعندهم قاعدة ناشئين وعندهم ممتازة قاعده الحقيقة. ناشئين من اكبر نعم، قاعده الناشئين، مميزين قوي الحقيقة. اللي هم طلع منهم اللي احنا اتكلمنا عليهم، نعم. كهربا ورفعت الله يرحمه وقفشة و... وقفشه والناس دي كلها، نعم. وصلاح. حتى كان عندهم 4 حراس، اكبر الخمس حراس موجودين في الدوري حاليا، هم المهدي وابو جبل وابو جبل وعامر وعبد المنصف. وعبد انا جبت عبد المنصف والله امبي، انا اللي جبته امبي، عامر. وعامر عامر المهدي، وعلي علي لطفي. علي لطفي طبعا. علي طبعا. لطفي علي، وكان الخامس بتاعهم البلعوطي يا نهار ابيض. الصغير. الصغير يعني كان عندهم تفريغ بشكل كويس جدا جدا، من الفترات برضو الناجحه بتاعتي. الفترات الاولى، الفتره الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه كانت الافضل في انبي؟ الاولى الاولى. طيب نروح على لان الثالثه انا جيت انقذتهم من كان بيمروا بفتره صعبه صعبه جدا. بعد كده رحت رايح الجيش، ما خدتش وقت طويل. التجربه الاولى كانت شهرين بس، التجربة الثانية خدت سيزون كامل مع طلائع الجيش، ودي كانت أعتقد تجربة جيدة بالنسبة لي. مفيش شك طبعا، نعم. انا في مركز رابع، وكانت من التجارب الناجحة ان كان انا رحت وهم في مركز متأخر، مظبوط. وابتدينا يعني نصلح شوية بشوية مع الدعم بالقيادة، فطبعا الفرقة ابتدت ترتقي لحد ما نهينا المركز الرابع. التجربة الصعبة عليك شوية كانت تجربة المقاولين العرب. مقاولين العرب يعني ما خدناش فيه وقت طويل، انا كنت رايح لهم بعد الكابتن حسن شحاته، نعم. وبعدين كنا يعني يا دوب يعني انا لا جبت فرقه ولا مرنت ولا ايوه. عملت فتره اعداد، وكنا يعني على مشارف دخول في يناير، فالاداره فضلت ان هي تحصل تغيير، فالنتائج كانت من بعد الكابتن حسن شحاته حتى ما انا جيت، نظرا لضغط الدوري ما كانتش جيده. نعم. تجربة وادي دجلة من التجارب رغم انها مش طويلة قوي، لكن انت بتعتز بيها جدا. ناجحة جدا، كانت مع مستر ماجد، والفرقة كانت في موقف صعب جدا جدا، ورهنا، والرهان انا كسبت الرهان لان انا رهنت على مستقبل التدريبي معاهم. رهنت على مستقبلك التدريبي مع دجلة. طبعا يعني انت رايح لفرقة بتنزل، وقعدت بشكل كويس. وقعدنا يعني بشكل كويس جدا، والحمد لله يعني الفرقة من بعدها يعني قعدت في الدوري ومشيت، وجابوا تكيس بعدها. ليه مشيت؟ اللي مشيت ده مش عارف، ما تعرف يعني لا رغم ما اعرفش، اللي انت عملته ده كله، لان لا انا عندي قصه تانية بعد كده. لا ما اعرفش. طيب تجربه المصري تجربه سريعه برضو شويه. سريعه سريعه، ما استقرتش لان فيها طبعا احداث كبيره جدا، اخر يعني اولها واخرها ضربه الكورونا. كورونا ضربت الفرقه كلها، بس حصل مشاكل كتير انا فاكر ايام، ما يعني ضربت الكورونا غير ضربت الكورونا حصل في مشاكل، طبعا كان في هزة ثقة مشاكل كده شوية اداريه كبيره مع جدا. لعيبة ومع إداريين. بالظبط، كان في أنا مشاكل فاكر. اداريه، مش مع اللعيبه، مش مع لا لا اللعيبة. لا مش مع اللعيبه، كان انت لو تفتكر انت استضفتني على التلفزيون، أيوه.
وكنا هنلعب النادي الاهلي وكانت اللجنه الطبيه جت عملت مظبوط وانا ما كنتش عارف مين هيلعب وما نعم جاليش التقرير الطبي، ايوه فاكر ده وفوجئت ان التقرير الطبي وصل والدكتور مخبي عليا كانت وحصل شغلانه شغلانه كده يعني ما ولفتش عليهم اخر من يعلم كنت اخر انا، وانا ما كنتش عارف، وحتى كان معاه لاعبين عندهم كورونا وقاعدين معانا. كمان طيب فاركو بقى دي اغرب من الخيال. انت رحت فاركو في مهمه انقاذ صح كده؟ صحيح. يعني انت ما بداتش معاهم الموسم، لا 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 انت رحت من يناير. انا خرجت من سموحه عليهم. من سموحه عليهم تمام. اه طيب من سموحه على فاركو كان فاركو بيعاني من النزول طيب وقعدته بشكل كويس بشكل كويس جدا. وانا فاكر عملت معاك مكالمه تليفونيه، فقرار فاركو كان فضل ماتشين او ثلاثه على فضل الموسم ماتشين كنت ضمنت البقاء. كان بدل بقاء وكنا بندور على مركز خامس. وبعدين لما سالتك فبقول لك ايه قلت لي انا ده انا كنت رايح عشان نتكلم على الموسم الجديد، لقيتهم بيقولوا ده اللي انا متشكرين يا كابتن طارق. ده اللي انا كنت متوقعه. ده اللي انا كنت متوقعه وكنت محضر نفسي. يعني بعد الوقت ده كله احنا بنتكلم من يوليو يعني 2023. يعني انت بتمشي مدرب ناجح. السبب لا ايه؟ ما عرفتش السبب ما عرفتش لحد لحد دلوقتي. دلوقتي لحد دلوقتي ولا سالت. ولا سالت حتى. طيب تجربه سموحه اللي من 4 سبتمبر 2022 ل 26 يناير 2023 سريعه؟ سريعه لان حصل فيها طبعا تغيير في الاداره. كان الاول المهندس وليد عرفات وبعدين جه المهندس فرج عامر. نعم او الاستاذ وليد عرفات وبعدين جه المهندس فرج عامر. ايوه وحصل في اختلاف في الرؤف مع المهندس. نعم ففضلت ان انا امشي. سؤالي عن وادي دجله، هل عمر مرموش كان معاك في وادي دجله؟ لا لا عمر مرموش صراحه اللي قدمه ميدو. ميدو ميدو كان لان انا كنت ساعتها ماسك انبي وكان في مباراه وديه وقال لي اتفرج على الواد ده طارق. قال لك كده؟ قال لي الواد ده مستقبله مش هنا هيبقى بره. والله العظيم عملنا مباراه وديه وفعلا ركزت معاه. كان هو لسه صغير كان بيلعب سترايكر. نعم وفعلا يعني ما خيبش ظنه صراحه. يعني بتاعت سكندري انت اتكلمت عنها، قول لي بسرعه اهلي بنغازي. اهلي بنغازي من الفترات الناجحه جدا جدا في تاريخي في خارج مصر. نعم يعني من اهلي بنغازي بتعتز بيها لان احنا نعم. طبعا حققنا فيها نتائج زي ما انت بتقولت كده. كان نعم. طبعا افضلها هو ان احنا خرجنا النادي الاهلي نعم. في البطوله الافريقيه. طيب الشعب الاماراتي كانت تجربه سريعه. تجربه سريعه جدا لان قال انت تتصور ان في اول مره يعني اول مره المدرب يطلب انه يمشي. انت طلبت انك تمشي. امشي. فعلا الكواليتي بتاع اللاعبين ما كانتش جيد نعم. وكان الناس يعني انا كنت بتمنى ان انجح هناك. طيب الهلال السوداني برضو كانت تجربه قصيره. الهلال السوداني قعدت شهرين مع الهلال وبعدين حصل عدم توافق مع كرئيس النادي. نعم لانه كان حابب يتدخل في اختصاصاتي وانا ما رضيتش فمشيت. اهلي طرابلس الليبي دي تجربه ناجحه قويه جدا ناجحه، توجت ببطوله الدوري العام هناك. طبعا يعني نعم. توجت ببطوله في الدوري وفي ظل ان ما كانش معاك فريق. نعم ومع ذلك الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا وقعدنا يعني خدنا بطوله الدوري الليبي. النصر بنغازي الناس استغربت يعني يعني ملك صولات وجولات في الدوري الليبي مع اهلي بنغازي او مع الفرق الليبيه اهلي بنغازي اهلي طرابلس، فوجئوا انه ما فيش شهرين او ثلاث شهور رجعت من ثلاث شهور لان اولا حصل عندي ظروف اسريه كانت تحتم عليا ان انا لازم اكون موجود. اثنين رئيس النادي المهندس عبد الرحمن ابو زيد النهارده مشى. نعم وهو يعني اللي كان جايبني كان وهو متعاقد اللي معك. هو اللي كان بيتعاقد هو المتعاقد مع كل نعم. الفريق مع كل الفريق. ايوه فطبعا يعني الامداد طبعا المادي كان ليه دور مهم جدا خاصه في الانديه الليبيه. واحد هو اللي بيمد واللي نعم. بيصرف واللي بيعمل فلما يشيل ايده طبعا الدنيا بتقع. طيب السؤال دلوقتي الناس هتسال طارق العشري فين من الدوري المصري؟ في ناس قالوا انه غزل المحله تفاوض مع طارق العشري. لا مفيش حاجه. ناس قالوا بعض الانديه المصريه اللي نتائجها مهتزه. صحه هذا الكلام؟ مفيش حاجه لحد دلوقتي حاجه. مفيش اي انا واخد راحه في اسكندريه. نعم. بعد الموضوع بتاع ليبيا ده. وطبعا عندي شويه ظروف اسريه كده. ومحتاج ان الفرقه اللي جايه يعني اكون بفكر فيها بشكل كويس جدا عشان ننجح معاه بشكل كويس. مش هيبقى الشغل للشغل، هيبقى الشغل لا 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 للنجاح. لا للنجاح طبعا.